علي حصني أعد الجماهير بتقديم موسم مختلف والعودة للمنتخب الوطني. تعليقك يا علي. بإذن الله إن شاء الله عد وعدي إن شاء الله وعد هذا التصريح وإن شاء الله إن شاء الله يعني بس يرجع الدوري إن شاء الله. وأنا صرحت إنه قبل فترة راح أشوفون إن شاء الله علي حصني مختلف، لأن الفترة اللي انصابيت بها وعشتها بقطر تقريبا 6 أشهر 7 أشهر عرفت إن اللاعب شنو 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 قيمته، واللاعب المحترف يعني شلون يتمرن وشلون يحافظ على نفسه. صراحة يعني كنا مفتقدين هذه الأمور. إن شاء الله المواسم التجارة راح تكون يعني يكون علي حصني غير إن شاء الله.